فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، ما حكم إقامة دروس القرآن والدروس العلمية فجر يوم الجمعة؟ لا نرى فيها بأس ما دام لا يضيق على المصلين. وأما نهى عن التحليق يوم الجمعة فهذا فيما إذا كان يضيق على الناس، لأنهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدمون يأتون في الساعة الأولى، فإذا كانت الحلق في المسجد ضيق على الناس. أما في مسجد لا يأتي الناس إليه إلا عند مجيء الإمام فلا فرق بين يوم الجمعة وغيرها. نعم.